فنانة تشكيلية من تونس، وتواجدي في هذا المهرجان اللي نعتبره من الوهلة الأولى لدورته الرابعة أنه عريق بجمهوره بالحضور الطيب بالمناقشات بالأفلام التي عرضت. ومع الأسف البارح لم أتفرج في الأفلام، اليوم بما أني عضوة في لجنة تحكيمي أني لزامبروفو اللي يصيروا من الجلبانة زعما مشيت للجبانة. ونقول دائما سينما سينما يعني عباد الله، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نتفرج انا في الافلام نكملهم تو ان شاء الله. وهي دوره ناجحه نعتبرها على خاطر فيكم انتم الشباب اللي باش يهز المشعل نتاع السينما ويسمو لملائكة العالميه. كل شكر وكل تحيه لكم، وفرحانه برشا بتواجدي في المغرب العزيز، في المغرب الاقصى الجميل، في بنقرير الخضراء. حقا معناها بهرت بما يوجد من فيغدور الجميله. احنا لنا تونس الخضراء ولكم انتم بنقرير الخضراء والمغرب الكل الخضراء. ان شاء الله خضراء بالثقافه، خضراء بالسينما، خضراء بالفنون، بتعانق الفنون بالشباب اللي يمشي على المنوال الثقافه والفن، والى الامام اقولوا بصوت عالي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.